محطتنا التالية بعالم الطفولة رح نسلط فيها الضوء على اضطرابات النطق واللغة عند الأطفال، أسبابها وطرق العلاج، أكيد مع أخصائية النطق رانيا عزاري. سعد صباحك رانيا وأهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكم. يسعد صباحك رانيا. يعني موضوعنا كثير مهم، وخاصه هلا كل الامهات اللي عم بتعاني من هذا الموضوع. ما في شيء صعب دائما، كل شيء بده علاج، فانت حتخبرينا عن هذا الموضوع ونتعرف معك ما هي اضطرابات النطق لدى الاطفال. هلا نحكي الاضطرابات النطقيه هي عدم قدره الطفل على انتاج اصوات كلاميه محدده. شو يعني عدم قدرة الطفل على إنتاج أصوات كلامية؟ هي إلى عدة أشكال. مثلاً طفل بيعمل إبدال بالأصوات، ببدل صوت بصوت. مثلاً كلمة طابة بيقول بابة، بلاقيها أسهل هاي عليه. ممكن يحذف صوت، مثلاً كلمة باب يقول أب، حذف الصوت الأول. أو ممكن يحذف الصوت الأخير، نفس الكلمة با يحذف آخر صوت منها يقول با. ممكن الطفل يشوه هذا الصوت، يعني بيطلع عنده بطريقة ما أنا كتير مفهومة، مشوه منقول عنه. أو ممكن الطفل يضيف أصوات غير موجودة على الكلمة، مثلا كلمة تفاحة بيقول تفتاحة، يضيف عليها صوت. هاي العمليات هي بنسميها عمليات صوتية، هي بتكون طبيعية لحد عمر 5 سنين. نعم. الطفل بيلجأ لهاي العمليات لأنه بيلاقي أنه في أصوات صعبة عليه، فهو بيستبدلها بأصوات أسهل. متى ما تجاوزنا عمر 5 سنين بتكون هي عمليات غير طبيعية ولازم نتدخل فيها بشكل مباشر مع الطفل. مع انه كثير من الاهالي اذا سمعوا ابنهم هيك عم بيحكي، مثلا عم بينقص حرف، بينبسطوا عليه كثير انه بطريقه حكيه. صح. ويمكن هن بيشجعوه تكبر هي القصه ويكون هو ما في عنده مشكله. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. صح. وامتى ممكن نروح عند اخصائي؟ هلا كثير الاهل بيقولوا لك انه والله ابني بيقول صوت الار بيقول اغ، وهن كثير بيكونوا مبسوطين. تمام. بهذا الشيء، فالاهل ما بيكونوا عم بيقدموا للطفل النموذج الصح للنطق. فنحن كثير بننبه الاهل لهي النقطه انه نحن لا، لازم نتدخل مع الطفل ونقدم له نموذج الكلمه الصحيح. تماما. يمكن رانيا ايضا وعي الاهل هو يمكن ينقذ الطفل من مشاكل بعدين، مثل ما بنعرف لانه الطفل ببدايه حياته بيكون مع عائلته بالبيت، ولكن بينتقل للمدرسه هون بتصير بيوقع بالمشكله، حتى بين رفقاته بيقول لامه انه انا عم عاني مثلا انه رفقاتي بتمسخروا علي، عم برفص حرف السين او عم برفص حرف الراء او عم قول الكلمات مقلوبه. فقديش مهم ايضا هون الاهل يكونوا واعيين لهذا الموضوع ويسالوا اخصائيه النطق. يعني احيانا طبعا كلمات ما أنا مفهومه بغض النظر، لدغ حلو احيانا بس احيانا ما بتنفهم الكلمه اللي بده اياها. هي مو بس احيانا كلمه ما بتكون مفهومه، احيانا كلام الطفل كله بيكون غير مفهوم. تمام. فهون نحن كثير بحاجه لنتدخل اخصائي النطق. تقريبا اذا كان 70-80% من كلام الطفل غير مفهوم، فانا ما فيني اسكت على هذا الشيء، لازم اتدخل واستشير اختصاصي النطق. هلا نحن حكينا هي عن الاضطرابات النطقيه، بس في كمان عندنا الاضطرابات اللغويه. الاضطرابات اللغويه هي بتكون اشمل، هي بتشمل الكلمه، الجمله، كلام الطفل بشكل عام، حواره. فانا بحكي عن اضطرابات نطقيه بفرق عنا عن الاضطرابات اللغويه. اكيد كثير من الاطفال بيكون معهم مشاكل طبيه، يعني مثلا اذا كان عنده مشكله بسنانه ممكن النطق ما يطلع صح، اذا كان في عندهم مشكله بالسمع كمان كلامهم ما حيطلع صح. وكمان في عنا اطفال بيولدوا مثلا لسانهم مربوط، وحتى بس يفكوا يعمل العمل الجراحي ويكبر الولد في عنده احرف مثلا صار عمره 9-10 سنين لهلا ما بتطلع معه. بدنا طريقه العلاج الصح، وبدنا نصيحه لكل الاهل امتى ممكن يكتشفوا هي المشاكل الطبيه ليقدروا يعالجوها بوقت ابكر. طبعا. اكيد هلا هي هاي عم نحكي نحن على الاسباب. تمام. فينا نحكي انه هي اسباب. نحن اول شيء بنتوجه لنفحص السمع عند الطفل. تمام. فلانه الطفل اللي ما بيسمع هو اكيد ما رح يحكي، او ممكن طفل عم يسمع بعض الاصوات، في اصوات تكون تردداتها عاليه الطفل ما عم يسمع. فنحن اكيد اول شيء لازم نفحص السمع عند هذا الطفل. الاهل يكون عندهم هذا الوعي الكافي انه نحن نفحص السمع عند الطفل. اختصاصي النطق بيفحص اعضاء النطق يلي هي مسؤوله عن تشكيل الاصوات وانتاج الاصوات. مثلا طفل عنده ضعف بالشفاه، فهو ما رح يقدر ينتج اصوات مثلا الام والاب لانه هي بتطلع من الشفاه. طفل عنده ضعف باللسان ما بيقدر يرفع لسانه لفوق، في عندي اصوات مثلا صوت اللام، صوت الار، فهي بتطلع لما الطفل بيرفع اللسان ليدق بسقف الحلق. الطفل ما بيكون قادر انه يرفع لسانه، فانا بعمل له تمارين لحتى اقوي له عضلات الشفاه، عضلات الخدين، والتمارين لتقويه عضلات اللسان. وهي المشكلات النطقيه في احيانا انه اسبابها انه اعضاء النطق عند الطفل فيها تشوه،
او الطفل احيانا ما بيكون بيعرف وين يحط مثلا الانسان وين يحطه لحتى يطلع الصوت الصح، ما بيعرف التموضع الصحيح. تمام. هون رانيا مش مع حكيتي دور الاهل جدا مهم ودوركم انتم مهم. أكيد. يعني أكيد. مثلا بيكون الطفل بالبيت ممكن امه وهي عم تقول له او عم تعطيه كاسة المي تلفظ له الكلام صح. تمام. يسمعه يعني حتى الامهات احيانا هيك يلا على السريع بس بدها تمرق وقت. فقديش لازم هون دور الاهل يعني. هون نحن بنحكي عن اللغه، انه الام من وقت الطفل، نحن بنقول انه الطفل من وقت بيولد ليوصل لمراحل كتير متقدمة من العمر هو بيكون عم بيطور لغة وعم بيطور الاستماع عنده وعم بيكون لغة ويخزنها بدماغه. اللغة بتختلف عن النطق، اللغة هي على مستوى الدماغ، فالطفل بده يطور لغته أول شيء من خلال البيئة يلي هو عايش فيها. فإذا هذا الطفل عم بيحاول إنه يتواصل معك يحكي معك والأم ما عم تعطيه اهتمام، فالطفل أكيد رح يتأثر ورح يخفف هاي المحاولات للاتصال. فأنا ببدأ للطفل من الولادة بلش مثلا أول شيء الطفل ببلش بالبكاء والصراخ لأنه هو ما قادر يعبر لفظيا عن احتياجاته. نعم. بعدين بيبدأ الطفل يناغي يطلع أصوات بسميها البقبقة المناغات. بعدين الطفل بصير بيحكي بعمر العشر شهور تقريبا كلام سميه كلام الرطن. نحن ما بنفهم شيء على الطفل بس هو بنفس الوقت عم يحاول انه يعبر، بس هو بحاول انه يشبه كلامه كلام الكبار لانه صحيح. هو عم يسمع حكي اهله. فنحن كل هاي المحاولات لازم نعززها عند الطفل لحد ما يوصل لانه ينطق الكلمه الاولى. في عنا كمان اطفال بيعانوا من التأتأة، يعني هنا عم بيحكوا بيتأتأوا كثير بكلامهم، وحتى يمكن هاي القصه بتكبر معهم ليكبروا ويصيروا مراهقين بيبقوا تأتأوا، وهذا الشيء بدل على قله الثقه بنفسهم، وهذا الشيء انه يعني كمان بدل انه اهلهم ما اعطوهم الدعم المناسب ليبنوا شخصيتهم بالشكل الصح. طيب الاشخاص او الاطفال اللي عم بيعانوا من التأتأة او وقت صاروا مراهقين كيف ممكن نحن نعالج لهم هي القصه ويقدروا يحكوا بالشكل الصح؟ صح. هلا التأتأة هي اضطراب بالطلاقه الكلاميه، يعني الطفل ما قادر يطلع الكلام بطلاقه وبانسيابيه. نحن بنعتبرها لحد عمر الاربع سنين هي انه اذا الطفل عنده هاي المشكله هي طبيعيه. اذا كبر الطفل بعد الاربع سنين واستمرت هاي القصه عنده فلازم تدخل علاجي انه اجباري عند اختصاصي الكلام واللغه. في كثير طرق واساليب لتعديل التأتأة عند الطفل وتعليمه أسلوب الطلاقة الكلامية. ممكن نحكي عن كم طريقة إذا الأهل ما في عندهم مثلا مجال ياخذوه عند أخصائي، يعني هم بدهم يعالجوا التأتأة حصرا بالبيت، خلينا نحكي شو هي الطريقة المناسبة. هلا أول شيء نحن بنعلمه للولد طريقة التنفس الصحيح لأنه الطلاقة الكلامية كثير لها علاقة بالتنفس. صحيح. وبطريقة إنتاج الأصوات. فأنا أول أسلوب مني بدي أعلمه إنه هو كيف بيتنفس بطريقة صح، كيف يلامس أعضاء النطق بشكل خفيف، كيف يحكي ويطلع نفس. فهي احد الاساليب اللي ممكن انه نعلمها للطفل. هي اساليب دائيه لانه التأتأة هي كثير شامله، اذا بدنا نحكي عنها بدها كثير حلقات. صحيح. ايضا التمرين رانيا قد ايه مهم التدريب والتمرين على احرف معينه، يعني اذا لقينا ضعف عند الطفل باحرف ما كلمات ما قد ايه مهم انه كل يوم نحن من خلال شغلات بحبها ندخل له هذا الموضوع فيها ليكرره، وبالتكرار اكيد دائما انه بتصير عنده اسهل او بصير بذاكرته انه لا هي ما بنلفظها هيك. صح. لو شوي هيك تعذب بس بيلفظها. صح. حلو هذا الحكي. الطفل دائما بيكون عنده تغذيه راجعه، اذا الطفل سمعه سليم فهو دائما عنده تغذيه راجعه، يعني هو بيضل بيراجع انه الكلمه لحتى تشبه الكلمه كلمه امه. صح. بيضل بيقلد وبيضل بيعيد، بيعمل تغذيه راجعه لنفسه لحتى يقلد نفس نموذج الكلام الكبار. طيب خلينا نحكي عن العلاج، عن دور الاهل بالعلاج، هذا الشيء كثير اساسي، بعدين دور الاخصائيين كمان بهذا الشيء. طبعا. مثل ما حكيت انه في اهل ما في عندهم قدره يروحوا عند اخصائيين، فخلينا نحكي عن هذا الموضوع. تمام. هلا نحن بالبدايه او الطفل لما بيجي لعنا بناخذ تاريخ الحاله له، مثلا الطفل تعرض لعمليات، كان عنده نقص سمع، اجرى اي عمليه، الام هي وحامل مثلا تعرضت لمضاعفات، صار معها اي مشاكل اثناء الحمل، هاي كلها بتاثر على الطفل، بتاثر على لغه الطفل وعلى نطق الطفل. صحيح. فانا بيكون عندي معلومات كافيه عن الطفل، امتى نطق اول كلمه، شو المفردات اللي بيستخدمها، شو يعني بحاول اجمع كل معلومات عن هذا الطفل كلغويا وكنطقيا. توجيه الاهل هو بيجي بعد دور الاختصاصي، الاختصاصي لما شاف الطفل عنده مثلا مشاكل نطقيه او لغويه فهو رح يوضع خطه علاجيه لهذا الطفل. والأهل هن شركاء التواصل مع الطفل، يعني هن أكثر ناس موجودين مع الطفل بمحيطه وهن قادرين يأثروا فيه أكثر شيء. فأنا بوجه الأهل أنه أنتوا بدكم أول شيء تعززوا كل محاولة للطفل، كثير نستخدم معه أسلوب التشجيع،
مو إذا الطفل دغري طلب منا الشغلة نحن نعطيها، أو إذا أشر على الشغلة أعطيها، لا، اتركي له محاولة لحتى هو يطلب منك شيء. تمام؟ مثلا طفل عنده كلمة أنا بحاول وسع له هاي الكلمة، مثلا بيقول تفاحة، قل له آه بدك تفاحة؟ بدك تفاحة حمراء؟ بحاول إني أطول له الجملة للطفل. حلو. كمان أنا دائما انتقل مع الولد من الملموس للمجرد، محسوس للمجرد. مثلا أنا بدي أعلمه عن السيارة، بدي أعلمه إنه هاي المفهوم يتعلم إنه هاي سيارة، فأنا ببلش مثلا بمجسم سيارة يلمسه ويشوفه قدامه، بعدين بنتقل لصورة، بعدين هو ممكن إذا طلعنا على الطريق يشوف سيارة يقول هاي سيارة، بعدين بعلمه سيارة كبيرة سيارة صغيرة. طبعا هذا كله حسب جدول زمني لتطور الطفل. نعم، يعني بالختام بس في هيك عادات قديمة كثير بنسمع فيها وعن جد احيانا قبل ما تقوليها تبع بيض الفري او جيبوا له بيض فري ما عم يحكي الولد، فقديش لا المهم شوي انه ناخذ وقت، يعني نعطيه وقته ونستشيره، مو دغري بنجيب له بيض مدري من وين وما بنلاقيه وبنروح بندور عليه. كثير عم بسمعها عن جد، يعني ذاك النهار انا شفت حدا عم بيدور على هذا الشيء قال مشان ابنه لسه ما حكى. كثير بنسمع بهاي القصه وكثير بيستشيرونا، اكيد هي قصه اكيد مانا صحيحه. لازم توعي كتير للأهل لأنه هن لهم الدور الأكبر بتأهيل الطفل. صحيح. يعني الطفل إذا أخذ جلسة عند الاختصاص النطق هي ما أنا كافية. صحيح. وأهم شيء نتدخل بشكل مبكر مع الطفل وما نهمل هاي القصة. أكيد. نصائح أخيرة لكل حد عم يتابعنا اليوم. النصائح هي نفسها اللي وجهتها للأهل، إنه تابع أطفالنا، ما نتركهم وقت كتير طويل على التلفزيون، نقدم لهم مسيرات بصرية سمعية لمسية، نحاول نشرك الطفل بالأنشطة اللي نحن بنعملها بالبيت. مثلا الأم عم تطبخ يساعدها الولد، الأم عم تنشر الغسيل وبنفس الوقت تسمي له، تعلمه الإشارة تربطها مع الكلام. تمام. تقول مثلا عم تعمل له إشارة باي، تقول له باي، تقرن الكلمة دائما بالإشارة. حلو. أو بحركتك. يعني يا رانيا مع هالمعلومات جدا المهمة واللطيفة اليوم، يعني وصلنا معك هيك للختام، إن شاء الله حيكون لنا مواضيع تانية وإن شاء الله نكون قدرنا نوصل الرسالة والإفادة لمشاهدينا. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. شكرا كثير لكم.